أعمال جليلة إلى الإسلام وإلى المسلمين. الهجمة شرسة، يجب أن نتوحد من جديد. الصهاينة يحاولون أن يزرعوا الشقاق، المحتل الأمريكي يحاول أن يزرع الشقاق، الدين الإسلامي أصبح في موقف حرج في العالم. يجب أن نعيد إلى الإسلام جوهر الحقيقي، هذا الدين المتسامح، الدين اللي وحد الشعوب وقرب الأفكار وقدم الكثير للإنسانية. يجب أن لا نكون بهذه الصورة ونعكس صورة بشعة للعالم. يعني تعتقد أستاذ الهاشمي بأن السياسة تدخل على الخط وهو لعب على وتر يعني الطائفية أو الفتنة الطائفية لأهداف ربما لا تعود لحتى أطراف المنطقة، أهداف إلى الاستكبار ينشدها وهو يحرك خيوط اللعبة في المنطقة سواء في العراق أو في المناطق الأخرى. أستاذ الهاشمي، نعم بالتأكيد هذه الأمور نحن قلنا في أكثر من مناسبة أنه مع قرب الانتخابات ستكون هناك ورقة سياسية تلعب بأوراق دينية تهدف إلى فرقة الشعب العراقي، تلعب بأوراق طائفية، ولكن أنا أطمن الجميع أن هذه الورقة ستفشل مقدما. هذه الورقة اللي قدمها الاحتلال وكل من يساند الاحتلال والأيادي التي تلعب باسم الاحتلال، أنا أعتقد أن هذه ستكون الورقة خائبة وفاشلة ولن تنطلي على العراقيين أبدا. نعم. إلى السيد سماحة السيد محمد الموسوي، سماحة السيد الموسوي، كيف قرأتم المواقف الشاجبة لهذه التصريحات في العراق وفي العالم الإسلامي بشكل عام ودور المرجعية في مواجهة هذه الحملة الشعواء لإثارة الفتنة في الصف الإسلامي بشكل عام في هذه المرحلة؟ كيف يمكن للمرجعية أن تضع حد لذلك؟ المرجعية هي أبوة روحية للأمة جمعاء، والمرجعية بترفعها عن النزول إلى هذه السفاسف وعدم الرد على هذه الأصوات النشاز تثبت بأنها أسمى من التراشق المذهبي، بل هي تمنع كل مخلص أن يجيب على هذه الافتراءات بأسلوب مشابه، وتقول بأن الأمة جميعا هي أمة واحدة، الجميع مسلمون مهما اختلفت مذاهبهم. والمرجعية الدينية أثبتت وهي مستمرة على أنها أبوة روحية للمسلمين جميعا، يهمها أمر كل مسلم بغض النظر عن مذهبه. أما ردود الأفعال في العراق جماهيريا، على كل حال سمعتم ما قام به الناس، وإن كنا نتوقع أكثر من ذلك. في العراق سياسيا كانت أيضا ردود أفعال لا بأس بها، ونتوقع أكثر من ذلك، ونتوقع إجراء قضائيا، لأننا نقول بأن من لا يخاف الله فينا قد يخاف من القانون. نتوقع إجراء قضائيا يحاكم فيه من يتهجم على ملايين الناس أو حتى على عدد أقل من ملايين، على أي إنسان ويحاول إثارة الكراهية والبغضاء ويتكلم كلمات قد تؤدي إلى فتنة بين الناس. أما في العالم الإسلامي خارج العراق فردود الأفعال في أغلب المؤسسات الإسلامية الكبيرة هي مخيبة للآمال. أين موقف المؤتمر الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي، أين موقف هذا المؤتمر؟ هل يمكن أن نقول بأن المؤتمر هذا أو رابطة العالم الإسلامي ومقرها مكة المكرمة لم تسمع بذلك؟ أم أنهما سمعوا، أنهم كلاهما سمعا بهذه التصريحات وارتضوها، أو أنهم لم يرتضوها لكنهم خافوا من الحكومة السعودية أن تقطع عنهم التمويل فسكتوا؟ وكل هذه الاحتمالات لا يمكن أن تقبل. المسلم ينبغي أن يقول كلمته. أين موقف شيخ الأزهر؟ أين موقف المؤسسات الإسلامية الكبرى في أنحاء العالم؟ إذا كان أسلوب التعامل بين المسلمين هو هذا الأسلوب، أسلوب العريفي بأن يسب بعضنا بعضا، إذن تتحول الأمة الإسلامية إلى غابة وليس أمة إسلامية، يعني غابة ليس لها علاقة لا بالقرآن ولا بالسنة. أما إذا كان الأسلوب هو أسلوب القرآن والسنة فهذا الأسلوب أسلوب مرفوض، وواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أن نقف ضد الباطل وننكر المنكر، أن نستنكر المنكر، لا أن نسكت، لأن الساكت عن الحق
شيطان أخرس. أتوقع من كل المنظمات الإسلامية في العالم، يعني قبل كم سنة عقد مؤتمر إسلامي، المؤتمر الإسلامي الدولي، وشارك فيه علماء المذاهب الإسلامية الثمانية، الأربعة السنية يعني المذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي، والمذهب الجعفري الشيعي الاثنى عشري، والزيدي والظاهري والأباضي، وكلهم اتفقوا على أن الجميع مسلمون، أن الجميع مسلمون، انتهى الأمر. أما الآن يأتي إنسان من على منبر الجمعة من دولة إسلامية مهمة ويتهجم التهجم، يعني الأسلوب تغير. هذا الأسلوب إما أن يستنكر، وإما أن يكون بداية ل يعني حوادث مشابهة قد تؤدي إلى أضرار كبيرة. نحن نقول نعم. لا ينبغي لمسلم يحترم نفسه ويخلص لدينه أن ينزل إلى هذا المستوى مهما كان. يعني هذا الرجل كفر من كفر، وتهجم على من تهجم عليه، وتهجم على أكبر شخصية علمية وروحية ودينية في العالم الإسلامي الشيعي. نعم. لكن جوابنا هو جواب الإسلام، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لا نكفر أحدا. نعم. حتى من يكفرنا. إذن نحن بحاجة إلى موقف إسلامي موحد. سماحة الدكتور الشيخ المقدادي، يعني المالكي حمل الحكومة السعودية المسؤولية في إسكات هذه الأصوات، هل نتوقع موقف عملي رسمي من الحكومة العراقية ردا على ذلك؟ ومن جانب آخر، يعني هل هي مسؤولية العراق فقط؟ يعني هل الآن الوقت بحاجة إلى موقف إسلامي دولي للرد على ذلك؟ تفضل. في الواقع الذي حصل من على الصعيد الرسمي هنا الاستنكار الواسع من قبل أغلب أعضاء البرلمان العراقي وكذلك الشخصيات السياسية وشخص رئيس الوزراء الذي وجه نداء بغلق المؤسسة التي يديرها هذا الرجل، هذا المسيء للإسلام ولعلماء الإسلام. كذلك بعث نائب الأول لرئيس البرلمان العراقي برسالة إلى مجلس أو اتحاد البرلمانات الإسلامية لاتخاذ موقف وشجب هذه التصريحات وهذه التقولات وهذه التخرصات وهذا المنطق الذي هو منطق أعداء الأنبياء، هذا منطق الجاهلية. كانوا يسبون النبي، وكما كانت تهمهم للنبي بمثل هذا المنطق. الواقع الموقف الرسمي كان بمستوى نأمل أن يكون مثمرا وأن تتابع هذه المطالب ولا يكتفى بإطلاقها، وخصوصا المطلب الذي وجه إلى اتحاد البرلمانات الإسلامية، وكذلك مسألة غلق هذه المؤسسة النكراء وإسكات هذا الصوت الشاذ والنكر. ونحن نطالب بأكثر من ذلك. في الواقع أنا أريد أن أشير أن بيان اتحاد علماء المسلمين في العراق لم يكتب ولم يطلق إلا بطلب ومبادرة من علماء السنة أولا، تصلوا وكانوا جدا متألمين ومتأثرين وطالبوا بإصدار بيان بهذا المستوى التفصيلي، وصدر البيان بعد الاتفاق معهم، وهم الآن مستعدون لبيان مواقفهم على منابر الجمعة. نعم. وليكن هذا هو شعار ومنطق ومحتوى خطب الجمعة في العالم الإسلامي. إذن ربما تكون هذه الخطوة الأولى للرد على هذه الحملة ولمواجهة هذا الموقف ضد المرجعية. سماحة الشيخ الدكتور فؤاد المقدادي، عضو الأمانة العامة لاتحاد علماء المسلمين في العراق، نحن نشكرك شكرا جزيلا، ونعتذر على المقاطعة لأن وقت البرنامج انتهى، ونوجه تحية لسماحة السيد محمد الموسوي رئيس رابطة أهل البيت الإسلامية العالمية الذي رافقنا في هذا الحوار من لندن، وأيضا نحيي الأستاذ واثق الهاشمي الكاتب والمحلل السياسي من بغداد، والتحية موصولة لكم مشاهدينا الكرام، وحتى الملتقى في حلقات قادمة بإذن الله.
إلى اللقاء.